بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قول الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، هذه سنة الله تبارك وتعالى وإفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى على عبده المؤمن الذي يريد الدار الآخرة ويريد وجه الله تبارك وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة، العمل الآخرة، سمي حرثا لأنه يشبه يعني الحرث، الزراعة، فمن يبذر يحصد، فمن كان يعمل للآخرة يبذر لها الآن ليحصد في الآخرة. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ثوابا عدا، وأما الجزاء فهذا إفضال وإنعام من الله تبارك وتعالى، ليس مكافئا للعمل. أما كل من عمل حسنة فإن الله تبارك وتعالى يكتبها له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى ضعاف كثيرة. من تصدق بدينار فكأنما تصدق ب10 عند الحد الأدنى، أو يضاعف الله تبارك وتعالى له إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وأما الجزاء فهو ليس مكافئا للعمل، إنما هو إفطار وإنعام من الله تبارك وتعالى. هذه الزيادة في العد والحساب، كذلك نزد له في أن يوفقه الله تبارك وتعالى إلى أمثال ذلك من فعل الخير. ومن كان يريد حرث الدنيا، زراعته وعمله فقط من أجل الدنيا ولا هم له في الآخرة، نؤتيه منها بعضها، فيأخذ منها ولا يأخذ منها إلا ما قدره الله تبارك وتعالى. من كان يريد العاجلة، كما قال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هنا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: ومن كان يريد حرث الدنيا، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ليس له في الآخرة عند الله تبارك وتعالى من نصيب من الجنة والرحمة والرضوان الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن يريد الآخرة. أما من كان همه الدنيا، وقف همه ونيته وعمله عند الدنيا فقط، فهذا لا نصيب له في الآخرة، وهذا ليس له في الآخرة إلا النار، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له، ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مزاد فيه، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هذه هي قاعدة الحساب عند الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ومن يريد هذه الدنيا فقط.
ثم قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه أم إضراب على هذا سؤال همس الاستفهام والإضراب. هذا السؤال هنا يراد به الإنكار والتقريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والحال أنه ليس هناك شريك مع الله تبارك وتعالى يشرع يحل ويحرم ويأمر وينهى. كل هذا الحكم إنما هو لله تبارك وتعالى. تشريع الدين الشرعة كلها لله تبارك وتعالى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالله الذي يشرع لعباده ما يريد. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد. فهذا أمر إن الله يحكم. إن الله يحكم ما يريد. فالله الذي له الحكم سبحانه وتعالى وهو الذي يشرع لعباده ما شاء. سواء كان طبعا الدين يدخل فيه كل ما يدان به كل الأفعال. الدين صبغة عامة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، من الحلال من الحرام، طبعا في كل شؤون الحياة من اللباس والطعام والشراب والسلوك والعمل والمعاملات الناس بعضهم بعض. وكذلك من الدين من القربات التي شرع الله تبارك وتعالى أن يتقرب بها إليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وذبح وغير ذلك. فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد أن يعبده إلا بما شرع سبحانه وتعالى، أن يتقرب إليه إلا بما شرعه جل وعلا. ولذلك قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وقال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا، أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه، فهو رد. الله يرده عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى منه. فالله يقول لهؤلاء المشركين: أنتم الآن الذين شرعتم لأنفسكم ونسبتم هذا التشريع إما لأنفسكم وإما لآلهتكم الباطلة وإما لآبائكم، هل هؤلاء شركاء مع الله؟ هؤلاء الذين يشرعون جعلتمهم شركاء مع الله تبارك وتعالى في أن يشرع لعباده غير ما يشاءه وغير ما يشاءه وغير ما يريده سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ صير هل هذا يعني يستقيم أمر هكذا أن يأتي منادد ومعارض لله تبارك وتعالى وكذا يشرع لعباد الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله؟ يكون هذا مفتئت على الله تبارك وتعالى، طاغوت وضع نفسه في غير موضعها. ليس لأحد أن يشرع لعباد الله تبارك وتعالى دون شرعة الله جل وعلا. فالله هو الذي يشرع ما شاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في مقابل هذه الجريمة الكبرى والتعدي على أمر الله تبارك وتعالى، قال: ولولا كلمة الفصل لقضي بينه وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ولولا كلمة الفصل، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى قد حقت منه كلمة أن يجعل يوم القيامة للفصل بين عباده ويؤخر يعني الحساب بينهم إلى هذا اليوم لقضي بينهم في هذه الدنيا. يعني لولا أن الله قد سبق يعني قوله سبحانه وتعالى بأنه قد جعل يوم القيامة يوما للفصل، فهذا يوم الدين يوم الجزاء، لكان قد جاء أتاهم جزاؤهم بالإهلاك وبالعذاب في هذه الدنيا على هذه الجريمة، جريمة الكبرى، وهو أن ينسب التشريع لغير الله تبارك وتعالى، أو يفتئت من يفتئت فيشرع لعباد الله تبارك وتعالى ولخلق الله عز وجل ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. ثم قال جل وعلا: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وإن الظالمين، هؤلاء الظالمون، هذا من أعظم الظلم، هو التعدي على أمر الله تبارك وتعالى وحق الله تبارك وتعالى في التشريع لعباده وأن يحكم ما يريد، فيأتي هذا فيضع نفسه في محل الرب تبارك وتعالى، فهذا ظالم، هذا ظالم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم، تهديد، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، وعذابهم الأليم في الآخرة عذاب النار.
ثم وصف الله تبارك وتعالى حالتهم يوم القيامة، قال: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به. ترى حيث ترى يوم القيامة الظالمين، هؤلاء الظالمون الذين شرعوا ما لم يأذن به الله واتبعهم من اتبعهم من الدهماء والغوغاء في تشريع غير الله تبارك وتعالى، مشفقين مما كسبوا، مشفقين خائفين أشد الخوف، أنهم يأتي يوم القيامة وقد بلغ بهم الخوف حد الإشفاق، وهو نهاية يعني الخوف ونهاية بلوغه عند آخر حده في النفس. مشفقين مما كسبوا، من الذي كسبوه، وهو أنهم افتئاتهم على الله تبارك وتعالى وتشريعهم ما لم يأذن به الله جل وعلا. قال جل وعلا: وهو واقع به، يعني هذا إشفاقهم وخوفهم من أن يعني يلقوا في النار واقع بهم، لابد سيقع بهم هذا الذي يعني العذاب الذي ينتظرهم هذا واقع به. أما في المقابل قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. أما الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى، وهذا يدخل في إيمانهم بالله، إيمانهم بكل الغيب، إذعانهم لله، طاعتهم لله، أن بعد الإيمان كذلك العمل بمقتضى هذا الإيمان. وعملوا الصالحات، صالحات الأعمال الصالحة، والعمل الصالح هو المثاب عليه، كل عمل أمر الله تبارك وتعالى به وهذا هو العمل الصالح، وسمي صالح لأنه صلاح للنفس، صلاح للمجتمع، صلاح للعبد، أنه يعني يصلح حاله يوم القيامة. فهؤلاء الذين عملوا الصالحات من الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه منارات الإسلام ومن شعب الإيمان التي أمر الله تبارك وتعالى بها، البر بالوالدين، صدق الحديث، صلة الأرحام، هذه كلها داخلة في يعني معنى وعملوا الصالحات. قال جل وعلا: في روضات الجنات. روضات جمع روضة، والروضة هي البستان الذي امتلأ بكل أنواع الورود والزهور. في روضات الجنات، الجنات جمع جنة، والجنة بستان، والبستان الجنة هي البستان الذي التفت أشجاره وتشابكت أغصانه، فمن دخلها يعني يستتر يجن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم في هذه الجنة ما يشاءون، كل ما يعني يريدونه حاضر موجود عند ربهم. وقوله عند ربهم هذا يعني يلزم منه أنه كريم جدا، لأن الله هو الذي فعله، كذلك أنه مضمون لأنه عند ربهم سبحانه وتعالى، كذلك هذا نهاية القرب من الله تبارك وتعالى، أنهم قريبين من الله تبارك وتعالى وهم عند الله تبارك وتعالى. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك وهو أن يكون أهل الإيمان في روضات الجنات وهم عند ربهم سبحانه وتعالى، ولهم ما يشاءون هو الفضل، الإحسان والمن من الله تبارك وتعالى الكبير. عظيم جدا، هذا عظيم جدا، لأن هذه الجنة ثمرة يانعة وزوجة حسناء ونهر مطرد وأرض يعني كثبان المسك الأذفر وبهجة وسرور لا يفنى شباب وأهلها، ولا تبلى ثيابهم، لا يبولون ولا يتغوطون، كل ما فيها سلم، ليس فيها خصومة بين اثنين ولا شتيمة، لا لغو في 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 فعلهم ولا تأثيم، هذا أمر يعني فوق الوصف. ثم خلود لا انقطاع له. فالذين عند ربهم على هذا النحو في رياض الجنان، هؤلاء هذا هو الفضل الكبير، هذا هو الفضل والإحسان من الله تبارك وتعالى الكبير على عباده المؤمنين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وخير المؤمنين منهم. قال جل وعلا: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
ذلك هذا يعني رياض الجنان والتي لأهل الإيمان فيها ما يشاءون، فضل الله الكبير، هذا فضل الله الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده. الله هو الذي يبشرهم. البشارة إخبار بما يسر، فهذا الخبر السار هو الذي يزفه الله تبارك وتعالى إلى عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وحسبك ببشرى الله تبارك وتعالى هو الذي يقولها وهو الذي يزفها وهو الذي يخبر بها سبحانه وتعالى عباده المؤمن. ذلك الذي يبشر الله، الله بنفسه هو يبشر به عباده الذين عبدوه. العبادة معناها الذل والخضوع لله تبارك وتعالى، فهؤلاء الذين يعني ذلوا لله تبارك وتعالى وعبدوا الله آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله تبارك وتعالى، الإيمان التصديق، وتصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق، عمل القلب وعمل الجوارح، وعملوا الصالحات، فهذه بشرى الله تبارك وتعالى. ثم النبي الذي جاء بهذه البشرى، نزلت عليه هذه البشرى وهو يقدم للناس هذا القرآن، وفي هذه البشرى العظيمة، وفي هذه الدلالة الكبرى على الفوز المبين والفضل الكبير والإنقاذ من أعظم الشرور، النار وغضب الله تبارك وتعالى، يعني في الدنيا والآخرة. هذا عمل عظيم، من جاء لينشلك من هذا الواقع الأليم ويدلك على الطريق الصحيح. قال جل وعلا: قل لهم بعد هذا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قل لهم، أي للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا أسألكم عليه أجرا، بالرغم من عظم ما أتيتكم به ومما يترتب عليه ما هذا الفضل العظيم والفوز المبين. هذا ليس، لا يدلنا النبي على عمل نأخذ منه بضعة دنانير، أو على كسب صغير، أو على حياة طيبة مرفهة في هذه الدنيا، لا، هذا يعني يدلنا دلالة على الفوز المبين في الدنيا والآخرة، على الفوز العظيم، على جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، على ملكوت الرب، ندخل في ملكوت الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. فهذه الدلالة تستحق يعني أن يدفع يعني فيها العبد ما يدفع لهذا الذي هداه إلى هذا الصراط المستقيم. لكن النبي صلوات الله وسلامه عليه جاء بهذه الدعوة للعالم مجانا، لا يطلب عليها أجرا صلى الله عليه وسلم. قل لا أسألكم، قل لهم لا أسألكم عليه أجرا، ما أريد أجر على هذه الدلالة وعلى هذا البيان وعلى هذا الإرشاد وعلى هذا التعليم لطريق الله المستقيم. قل لا أسألكم عليه، يعني على هذه الدلالة على الخير وهذه البشرى العظيمة وهذا البيان لطريق الرب تبارك وتعالى، أجرا إلا المودة في القربى. إلا المودة في القربى، يعني إلا، فسر هذا، فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وترجمان القرآن بأن إلا أن يعني تودوني في قرابتي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لم يكن يعني من قريش من بطن إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بهم صلة وبهم رحم، فإن رحم النبي مع كل قريش، وكان يقول لهم: أنا أتيتكم يعني بعز الدنيا وعز الآخرة وبهذه البشرى العظيمة، ما أحد من الخلق يعني أتى بنفع ينفع به العباد وينفع به أهله مثل ما أتيتكم به، أنا لا أريد منكم أجرا على هذا، ولكن فقط أن تودوني في قرابتي، يعني تكفوا شركم عني ويكون لكم نوع من المودة في قرابتي، أنا قريب منكم، أنا ابنكم، أنا منكم، فتودوني لهذه القرابة حتى أبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فكأنها مناشدة لهؤلاء الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا يعني ما أتى به من الخير والفضل والعز والتمكين، هذا القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هذا الذي أتى بهم بعز الدنيا وعز الآخرة، لكنهم قابلوا هذا بالعداوة.
وكأن النبي أصبح أعدى أعدائهم ويتمنون يعني إزاحته وقتله بكل سبيل، ويتآمرون عليه ويسبونه ويشتمونه، فقد يعني قابلوه في مقابل هذا بكل صنوف الصلف والكبر والعداوة له. والحال أنه كان ينبغي أن لو بذلت له الأموال وبذلت له يعني النفوس في سبيل ما جاء به لكان هذا قليلا، لكان هذا قليلا في حقه صلى الله عليه وسلم، ولكن أتى بهذا كله مجانا، ورفضوا هذا ووضعوا محل يعني الطاعة والاتباع والتقديس، وضعوا محل هذا العداوة. فلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن تودوني لقرابتي منكم، لأني أنا يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من قريش وقريب منه. المعنى الثاني إلا المودة في القربة فسره بعض أهل العلم بحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في غدير يسمى خم، وهذا عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. نزل النبي عند غدير، الغدير هو ما يتركه السيل يغادره السيل في مكان يكون منخفض فيتركه هذا الغدير ماء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، قال: قام رسول الله خطيبا في الناس فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ وقال: أيها الناس، يعني إني بشر، وإنه يوشك أن يأتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجيب، ومعنى برسول الله يعني ملك الموت، فأجيب أي أجيب رسول ربي، فيعني أنه يرتحل عن الدنيا كما قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. فذكرهم بأنه يعني هذا تذكير بقرب وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، يقول زيد فذكر به ووعظ، قال فيه الهدى فتمسكوا به هذا الأول، وعترتي أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتمسك الأمة بكتاب الله الذي حفظه الله تبارك وتعالى عن التغيير والتبديل، وأن يتمسكوا به، ثم أن يتمسكوا كذلك وأن يوالوا أهل بيته صلى الله عليه وسلم. فقال له يعني من عنده عند زيد بن أرقم، قال: يا زيد، ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نعم، نساؤه من أهل بيته، وأهل بيته الذين حرم عليهم الصدقة، وهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. قالوا: كل هؤلاء يحرم عليهم الصدقة؟ نعم، فهؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عمه العباس بن عبد المطلب وأولاده، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وجعفر وعقيل، هؤلاء هم أهل بيته. فذكر النبي بهذا، ففسرت هذه الآية وقل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا أن تودوني في قرابتي فتحفظوا يعني حق آل بيتي وحال وقرابتي. هذه فقط هو يعني المستثنى من الأجر الذي يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس أجر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هو من حقوق الله تبارك وتعالى على العباد أن يراعوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فينزلوهم المنزلة التي يعني أنزلهم الله تبارك وتعالى، ويكرموهم لأجل النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول: والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. فكان وصوله لقرابة النبي أحب إليه من قرابته. وكذلك يقسم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
أن إسلام العباس، فرح بإسلام العباس ابن عبد المطلب، يقول أشد من فرحي بإسلام الخطاب لو أسلم، أبو الخطاب مات على الكفر، فيقول إسلام العباس عندي يعني أفضل من إسلام الخطاب، وذلك لأنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل لما وضع أول ديوان كتب يعني في الإسلام وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فإنه أول ما وضع الديوان اللي هو بلغتنا الآن السجل المدني، وضع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فأول شيء في الديوان يعني سجل في الديوان هم آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال قول الرب تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن تودوني في قرابتي، هذا المعنى الثاني. فالمعنى الأول يكون خطاب، جعله بعض أهل العلم خطاب للكفار، يعني ودوني لأجل قرابتي فقط، وأنا أتيتكم بعز الدنيا وعز الآخرة. هذا فإن لم تؤمنوا فعلى الأقل راعوا الرحم الذي بيني وبينكم. وعلى المعنى الثاني يكون خطاب للمؤمنين: قل لا أسألكم عليه أجرا، قل يكون الخطاب هذا للمؤمنين: لا أسألكم عليه أجرا، لا تدفع يعني أجر لي على هدايتكم وإرشادكم لهذا الطريق المستقيم الذي فيه عز الدنيا والآخرة، ولكن لا أطلب منكم فقط إلا أن تودوني في قرابتي، إلا المودة في القربة. ثم قال جل وعلا: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ومن يقترف حسنة، الاقتراف الفعل، يعني يأخذها بأي صورة، كأنه الاقتراف غالبا ما يأتي الاقتراف على الذنب، اقترف ذنبا، وهنا جاء الاقتراف للحسنة ليبين أنه إذا أخذ الحسنة بأي صورة، أي عمل حسن مما يعني فعله ولو بأي صورة من صور الفعل، قال جل وعلا: نزد له فيها. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، نزد له فيها حسنا، حسنا عنده سبحانه وتعالى من العدل. الله تبارك وتعالى يحاسبه على أكمل يعني ما يؤتى به هذه الحسنة من الصور، كما قال تبارك وتعالى: ليجزي الذين آمنوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيجزيه الله تبارك وتعالى بتمام الإحسان في هذا الأمر الذي توجه إليه، وكذلك يزيده سبحانه وتعالى من فضله وإحسانه بأن يعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ختم الله هذه الآية بما فيها من هذه يعني العطايا العظيمة والوصايا العظيمة بأنه غفور، ومعنى غفور مسامح، المغفرة الستر، يعني أنه مسامح يغفر ويستر.